مرحبا. في الواقع الاجتماعي اللي عايشين فيه منلاحظ إنه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هن من أكثر الفئات تهميش بالمجتمع. ورغم الأطر الدولية لحقوق الإنسان اللي غيرت حياة كتير أشخاص بكل مكان، واعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية دولية فتحت آفاق جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، بس ما وصلوا معها لمرحلة تحصيل الفرص والفوائد اللي بيحصل عليها الشخص العادي. وهذا اللي خلى كتير من الناس سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو السليمين إنهم يطالبوا بفرص وحقوق أكتر لهي الفئة. اليوم رح نحكي عن بنت الشمس السورية جافية علي، رئيسة المنتدى الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بسوريا، اللي طالبت بالحقوق والفرص الكاملة لهالفئة اللي هي واحدة منهم بأكتر من مؤتمر ومحفل. خليكن معنا لتسمعوا قصة جافية علي مع كرسيها المتحرك والمنتدى الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة. بلشت قصة المنتدى بسنة 2002، وقد دخلت جافية على كلية الحقوق بجامعة حلب، وكانوا الناس حواليها ينظروا لها إما بشفقة أو انتقاص. ومرة من المرات تعرضت لموقف توجهت لها فيه إهانة وسخرية، فرجعت على البيت وهي عم تبكي، وظلت بالبيت شهرين ما تقدر تطلع وتواجه الناس. بس بعد هدول الشهرين صارت تتساءل إنه المشكلة فيها ولا بالمجتمع القاصر عن فهم احتياجاتها، واكتشفت إنه المشكلة بالمعرفة. هذا اللي خلاها تفكر بتأسيس مؤسسة خاصة تشتغل على فكرة التوعية وترسيخ حقوق المعاقين بدل نظرة الشفقة والأعمال الخيرية. وفعلاً تعاون مع جافية أشخاص كمان عندهم إعاقة بتأسيس المنتدى الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة يلي انطلق بسنة 2006، وللأسف ما استمر بعد الأحداث اللي صارت بمدينة حلب، ولا قدرت جافية تكمل بدراسة الحقوق لأنها اضطرت مثل كتير طلاب سوريين إنها تترك الجامعة بسنة الرابعة وتنتقل للإقامة بالسويد. بس ظلت تدافع عن حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على الفرص الكاملة ودمجهم بالمجتمع بكل المجالات، وتشارك باللقاءات والمؤتمرات المعنية بهذا الموضوع، واللي كان منها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال هاي المشاركة أكدت جافية على أهمية إحلال السلام بسوريا في سبيل العمل من أجل ذوي الإعاقة، وأكدت على أنه لابد من إيقاف الصراع بسوريا بالسرعة الممكنة لأنه استمراره بيعني زيادة أعداد المعاقين. هي كانت بنت الشمس جافية علي يلي رفعت صوتها واشتغلت على المطالبة بحقوق فئة من فئات المجتمع السوري لا للي انتبهوا لها. منلتقي بحلقة جاية مع نموذج جديد من نساء سوريات استحقوا لقب بنات الشمس.